في فيديو اليوم راح نتكلموا عن السلسلة الجديدة اللي راح نضعها في القناة اللي راح تساعدكم جدا في تعلم اللغة التركية، وعندي توضيح بالنسبة لموضوع آخر. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. إذا اليوم راح نشرح السلسلة الجديدة اللي راح نضعها على القناة، وراح نشوفوا أو نعرفوا ما هي الفوائد العديدة اللي راح نستفادوا منها من هذه السلسلة. أول شيء، السلسلة اللي راح نتكلم عليها أو اللي راح نوضحها على القناة هي سلسلة الاستماع. نعم، هي سلسلة الاستماع، وطبعا الفيديو راح يكون فيه الصوت فقط، لا يوجد لا كتابة ولا ترجمة، فقط استمعوا، ركزوا مع النطق ومع الكلمات. فهذا الشيء راح يفيدكم في أشياء كثيرة اللي راح نوضحها الآن في هذا الفيديو. فربما لما شخص ينصحك بالاستماع يكون بالنسبة لك كلام فارغ فقط، لكن لما تجرب هذا الشيء وتطبقه راح تشوف النتائج بنفسك. فنسألكم سؤال فقط، الطفل الصغير كيف يكتسب اللغة التي يتحدث بها؟ طبعا من الاستماع، لأن الطفل يستمع فقط وتلقائيا يصبح يعرف معنى الحديث ويرد على الكلام إلى آخره. فمثلا هذا النوع من العائلات اللي راح نتكلم عليه الآن موجود كثيرا. فمثلا هناك عائلة عربية تعيش في تركيا وعندهم أطفال ولدوا أيضا هناك، لكن الحديث اللي يدور في البيت يكون بالعربية، فأكيد هذوك الأطفال راح يتعلموا أيضا اللغة العربية من الاستماع فقط، بدون أن يعني يتعبوا معها ويكتبوا هذه الكلمات أو المفردات أو الجمل ويترجموها إلى آخره. فراح يكتسبوا هذه اللغة فقط من الاستماع، وفي نفس الوقت يكونوا تعلموا اللغة التركية لأنهم يتعاملوا بها في الخارج، يعني خارج البيت في الشارع أو في المدرسة إلى آخره، لأنه المحيط اللي يعيشوا فيه يتحدثوا باللغة التركية. لهذا لازم تعلموا مهارة الاستماع الجيد، يعني نركز جيدا مع الكلام، وهذا راح يعلمك القواعد. انظروا إلى الفوائد، قلت أول شيء علمك القواعد، وهذا عن تجربة، لأنه في اللغة التركية يوجد لواحق عديدة، ويعني لما تكون كثيرة وفي بعض الأحيان تكون متشابهة فيكون عندنا صعوبة في حفظها أو فهمها إلى آخره. فلما دائما نستمع إلى مقاطع باللغة التركية، هذا الشيء راح يعلمني في اللاشعور كيف أستخدم هذه اللاحقة أو هذه الرابطة ومتى أستخدمها إلى آخره. هذا شيء مفيد جدا، ومثل ما قلت لكم عن تجربة. لهذا في بعض الأحيان مثلا هناك كلمات أيضا متشابهة في اللغة التركية يكون عندها نفس الترجمة، لكن ما نقدرش نستخدمها في نفس الأوقات. وهذه الأسئلة اللي تخص الكلمات المتشابهة إلى آخره تأتيني بكثرة، فأنا ما نلقاش يعني كيف نشرح لهذا الشخص متى تستخدم هذه ومتى تستخدم هذه إلى آخره، لأنه لا يوجد قاعدة مخصصة أو معينة لتشرح لنا هذا الشيء. فهنا لما تطور عندك مهارة الاستماع إلى آخره وتستمع إلى مقاطع باللغة التركية، هذا الشيء راح يعلمك في اللاشعور متى تستخدم هذه الكلمة ومتى تستخدم هذه الكلمة. ومثل ما قلت لكم هذا عن تجربة. ثاني فائدة اللي راح تفيدنا في الاستماع اللي هي النطق الصحيح، انك تتعلم نطق الكلمات وتتعلم مقاطع الحروف في الكلمة الواحدة، وايضا راح تتعلموا كلمات جديدة، يعني يكون الحفظ بشكل لا إرادي
أول شيء راح تكتسبوا كلمات جديدة، راح تشوفوها، راح تتعرفوا عليها. لكن الشيء المفيد الآخر اللي هو أنكم راح تحفظوا هذه الكلمات، فلهذا حاولوا أنكم تكرروا المقاطع اللي تسمعوها، سواء كانت من قناتي أو من قناة أخرى أو من مواقع أخرى. المهم أنكم تحاولوا تكرروا المقطع اللي تسمعوه أكثر من مرة، وحاولوا أنكم تلتقطوا الكلمات اللي تسمعوها أول مرة وتكتبوها على ورقة أو يكون دفتر مخصص. المهم أنك تبحث عن معاني هذه الكلمات، وفي المرة القادمة لما تسمع هذه الكلمات ولما تكون تكلم مع أي شخص راح تعرف الموضوع اللي راه يدور عليه، يعني وحتى ولو كان بنسبة تقريبية. المهم أنك تعرف موضوع الحديث. وهنا يوجد نقطة مهمة، وهي أنكم لا تحاولوا ترجمة كل الكلمات أو المفردات أو الجمل اللي تسمعوها باللغة التركية إلى اللغة العربية، لأنه في بعض الأحيان ما نقدرش نترجم جملة أو كلمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية، وهذا موجود في جميع اللغات، فهنا راح يكون معناها مختلف. فأنتم فقط تذكروا الكلمة أو العبارة وفهموا معناها جيدا وعرفوا متى تستخدمونها، ومن بعد استخدموها في حديثكم وفي محادثتكم اليومية. إذا فحاولوا أنكم تطبقوا هذا الشيء اللي تكلمت عليه لمدة شهر فقط، إذا فاتكم أكملوا فيه، وإذا لم يفتكم وهذا شيء مستحيل حبسوه وما خسرتوا أي شيء. إذا هذا كل شيء بالنسبة للسلسلة الجديدة. أما الآن فرح نوضح موضوع مهم بالنسبة للتعليقات. أنا دايما أقولكم أنه إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اتركوه في التعليقات ونجاوب على أسئلتكم. فربما حدث سوء تفاهم، فأردت أن أوضح هذا الشيء حتى لا يحدث مرة ثانية. فأنا لا أركز، حتى لا تفهموا غلط، أنا لا أركز على التعليقات السلبية أبدا، لأنه تأتي مرة في العام. فقط أريد أن أوضح هذا الشيء حتى لا يحدث سوء تفاهم مع أشخاص آخرين. بالنسبة للتعليقات، إذا أردت أن تعلق وأرى هذا التعليق، علق بشكل منفصل عن الآخر، يعني أنك ما تذهبش لتعليق شخص آخر وتوضع لي تعليق أسفله كأنه رد على تعليق هذا الشخص. ففي هذه الحالة أنا لا تأتيني التعليقات، لا تصلني، إلا إذا بحثت على الحاسوب، فأنا في أكثر الأحيان أستخدم الهاتف في الرد على التعليقات. لهذا إذا أردت سؤالي فاكتب التعليق بشكل منفصل. والشيء اللي نطلبه منكم هو أنكم تكونوا متفاهمين، لأنه تأتيني أسئلة على القناة، تأتيني أسئلة على إنستغرام وفيسبوك وواتساب، فأين الحق؟ وفي بعض الأحيان تأتيني يعني طلبات غير عادية، وما أقدرش حتى لو أبقى 24 ساعة، فحتى يكفيني الرد على الجميع وتلبية طلبات الجميع، وهذا غير ممكن ومستحيل. في بعض الأحيان حتى يأتوني أشخاص في الرسائل على إنستغرام يقولوا لي، يبحثوا لي مثلا مقطع من أغنية، أو يقولوا لي حتى اذهبي إلى المسلسل الفلاني والأغنية الفلانية واكتبوا لي الكلمات إلى آخره. هل هذا شيء معقول ويتقبلوا عقلكم حقا؟ وشكرا على الاستماع، وشكرا على كل التعليقات الرائعة، لأنه حقا عندما يعني أختار في كل فيديو تعليق أفضل تعليق نحير، لأنه كل تعليق أحسن من الآخر وكل تعليق أفضل من الآخر. ف
فنشكركم جميعا جزيل الشكر.